جمال الحياة في ألوانها، روح الحياة في الطاقة الجميلة اللي نستشعرها من الطبيعة. هذا الجمال وهذه الطاقة تتواجد في الأحجار الكريمة. الياقوت الأحمر مو بس رمز الحب والشغف والقوة، الياقوت يولد النشاط ويبعد الطاقة السلبية. الزفير الأزرق رمز للإخلاص والوفاء والحكمة، ومن طاقاته أن يساعد على التركيز ويجلب الإيجابية. أحجار تكونت على مدار ملايين السنين من معدن الكوراندم، جذبت جمال وطاقات من روح الأرض اللي عايشين عليها. أحجار تضيف للبريق استشعار، تعالوا نتعرف عليهم أكثر. مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، الأحجار الكريمة تتحدد بأربع معايير. في الزفير والياقوت المعيار الأساسي هو معيار اللون، فقيمة الحجر تتحدد من جمال اللون، واللون يتحدد من المنجم المستخرج منه هذا الحجر. أجود أنواع الزفير الأزرق المستخرج من كشمير، لكن المنجم استهلك قبل 100 سنة، الكمية محدودة حول العالم والطلب عالي عليهم جدا. بعد الكشمير عندنا المنجم اللي فيه بورما، اللي يستخرجون منه زفير أزرق بلون جميل أيضا. نفس المنجم يستخرجون منه أيضا حجر الياقوت الأحمر، وأجود أنواع الياقوت الأحمر عالميا تستخرج من بورما. وأعلى معايير الألوان بالياقوت الأحمر هو لون دم الحمام، Pigeon Blood Ruby. يلي المنجم البورمي المنجم السيلاني، واللي ميز المنجم السيلاني قصة اختيار الأميرة ديانا لخاتم خطوبتها. الأميرة من بين كل الاختيارات اللي توفرت لها اختارت خاتم زفير أزرق من شكل بيضاوي من 12 قيراط، والتصميم هو وضع 14 ألماسة حوالين الحجر الوسطي. واليومنا هذا أي تصميم لأي حجر مرصع ب 14 ألماسة يسمى ديانا ساتينج. طبعا اختيارها لهذا الخاتم كخاتم خطوبة فاجأ الكل، ومن ضمنهم الملكة إليزابيث. فسألتها الملكة شو سبب اختيارك لهذا الخاتم؟ جاوبت ديانا: لأن الخاتم يذكرني بخاتم خطوبة أمي، ولونه يشابه لون عيوني. ديانا ابتعدت عن الاختيار المتداول العروس، اختارت القطعة اللي استشعرت معنويتها وحست بالرمز اللي يقيمها. هذا من جمال عالم المجوهرات، اللي يجمل عالم المجوهرات الاختيارات اللامحدودة. كل جوهرة قطعة فنية غير قابلة للنسخ، لابد انها تنصاغ بفن. اكثر شعور يسعدني يوم الكلاينت ما تختار التصميم بشكل عشوائي، ولكن تعطيني المجال اني استلهم من شخصيتها وتميزها لأصمم قطعة لها خاصة فيها، مصممة لها من شغف مجوهر. نحن نستلهم التصميم منك، والإبداع خلي علينا.